رعاية الشباب تعد من أولويات العتبة العباسية المقدسة، لذا حرصت على دعم هذه الشريحة من خلال رعاية المهرجانات الشبابية تارة، وعن طريق دورات وبرامج تربوية وتطويرية تارة أخرى، لخلق جيل واع يخدم المجتمع الذي ينتمي إليه. لذا شرعت جمعية كشافة الكفيل التابعة لقسم الإعلام بإعداد دورة تطويرية بالتنسيق مع إدارة مجمع العباس عليه السلام السكني. برعاية المبارك من الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، دائما ما تسعى جمعية كشافة الكفيل التابعة لشعبة الطفولة والناشئة في قسم إعلام التابع للعتبة العباسية المقدسة على استثمار كل ما يمكن استثمار من أجل تقديم خدماتها المتمثلة بالجوانب الفكرية والثقافية والتنموية بمختلف التخصصات، حيث تسعى اليوم من خلال التعاون مع مجمع العباس عليه السلام السكني لإقامة برامج مختلفة الأهداف تستهدف من خلالها شريحة الشباب والناشئ. أقمنا هذه الدورة، دورة الزهراء عليه السلام في مجمع العباس السكني، نستهدف بهذه الدورة فئة الشباب والطلبة من الأعمار من 9 إلى 19 عام. هذه الفترة الزمنية، هذا العمر الزمني، هذه 10 سنوات، هذه الحقبة من أخطر الأعمار التي تتعرض إلى العصف الإعلامي السلبي، فأعددنا برامج متنوعة ومختلفة تجاه هذه التحديات القائمة وتجاه هذه التهديدات الكبيرة التي تأتينا من الخارج، حفاظا على منظومة القيم والأخلاق وتحصينا لذهن الشباب ولأخلاقهم وسلوكهم. دورة السيدة الزهراء عليها السلام أعدت من قبل القائمين على جمعية كشافة الكفيل، ومن المؤمل استمرارها ل4 أشهر، وتستهدف الفئات العمرية من طلبة الابتدائية والمتوسطة. توسمت هذه الدورة بدورة السيدة الزهراء عليه السلام. هذه الدورة راح تكون على مرحلتين، كل مرحلة تستمر تقريبا 2 شهر، أي البرنامج راح يكون لمدة 4 أشهر كمرحلة أولى إن شاء الله تعالى. من خلالها راح نتناول العديد من الموضوعات المهمة والموضوعات المعرفية والمهارية والتربوية. طبعا جمعية كشافة الكفيل تستمر بإقامة دوراتها وأنشطتها لخدمة شرائح الشباب بمحافظة كربلاء وأيضا المحافظات العراقية. البرنامج الذي يحمل بين طياته جملة من الأهداف القريبة والبعيدة، يتضمن مجموعة من العلوم العقائدية والفقهية والأخلاقية، إلى جانب الوعي والفكر في شتى مجالات الحياة، ليحقق نقاط القوة لدى العناصر والطلبة المشتركين في هذه الدورة.